بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المثال بسرعة عشان عايزين نتكلم على حاجة اسمها نستد تراي كاتش. يعني ايه نستد تراي كاتش؟ انا عامل تراي كاتش عادية جدا، وجوه التراي في سطرين كود عايز اعمل لهم تراي كاتش لوحديهم. طب ليه؟ انا ما هقعد السطرين دول عشان عايزهم لما يضربوا، فاهمني ازاي؟ اللي بره يبقى لسه زي ما هو شغال. فما ي... لو انا حطيته على اللي بره على طول خلاص ضرب اللي بره، خلاص الكود كله خلص. لكن لو انا عايز اعمل حتة صغيرة ده وارد، ده وارد. فانا هعمل مثال كده بسيط، الغرض منه ان احنا نوضح فكره الايه، فكره ان انا يبقى عندي تراي كاتش بره وتراي كاتش جوه، ودي بتضرب جوه، فاللي بيحصل ايه بره نبقى فاهمين الفكره بتاعتها، وازاي الشكل بتاع السنتكس لما اعمل كذا تراي وكاتش جوه بعض. وده منتشر جدا يعني كمثال عادي جوه، يعني ده بنستخدمه في الحياه الطبيعيه بتاعت البرمجه عادي جدا. فانا عملت ايه؟ عملت هعمل تو اريز، اريز اسمها اكسترنال واريز اسمها انترنال. وعايز العب على فكره ايه، ان انا هعمل اري اطول من اري، يعني هعمل الاكسترنال مثلا اطول من الانترنال مثلا باتنين، وهمشي في اللوب بتاعي اقسم الرقم بتاع الاكسترنال على رقم الانترنال. يعني اول رقم مثلا عندي مثلا في الاكسترنال كان مثلا كان 64 مثلا، فاقسمه على الاثنين اول رقم تحت في الانترنال، وبعد كده اخد الرقم اللي بعده اللي هو مثلا 24 اقسمه على الصفر، فالمفروض يضرب اكسبشن يضرب 32 على 4، امشي كده. وطبعا هيضرب تاني في الاخر. ليه؟ لان هاجي مثلا في الرقم السابع، احنا عندنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 وفوق عندنا 7، اديني واحد كمان خليها 8 ماشي. يبقى كده عندي ايه؟ عندي في خانتين اللي هي 1024 و512، دول هيجي يقسم مش هيلاقي رقم تحت، فيبقى اندكس ايه؟ الاندكس بتاع الاري هيبقى معدي. فقمت عامل ايه؟ تعمل تراي، وعملت جواها فور عاديه جدا، قلت الاي ان اكسترنال دوت اي الاندسيز اللي هي الاندكسز بتاعتها، يعني بنسميها كده اللي هي مجموعه من الاندكس بتاعتها يعني. فالاي كل مره هيبقى اندكس معين ماشي، وهطبع لك هقول لك الاندكس في برنت ده جوه الفور بتاعت الترايل اساسي. فقلت له برنت اندكس وسهم كده، وهطبع الاي وبعدها كولون عشان يبقى كلهم زي بعض كده، وخلصنا تمام. وهاجي بقى جوه بعد الفور دي هعمل تراي كاتش بقى للحسبه، الحسبه بتاعت ايه؟ اللي هي بتاعت القسمه اللي هتحصل في التراي كاتش الخارجيه. عادي جدا هقوم اعمل كاتش على حساب الفاريبل بتاع اي اكس، والاي اكس دوت هعمله مثلا يمسك اري اندكس اوت اوف ايه اوف باوندز اكسبشنز، وهطبع اي رساله فيها وخلاص، يعني برنت لاين وهقول له اطبع الاي اكس مثلا، او هقول له ايه طبعا الايرور ده هيحصل لما ادور على اندكس انا مش لاقيه، الاليمنت نوت فاوند اصلا، الاليمنت بتاعي مش لاقيه، مش قادر يدور عليه يعني. تمام. طيب فاعمل ايه؟ هقوم جاي بقى في الحته بعد الفور دي، خلاص دي فور عاديه اصلا ما فيهاش اي مشكله خالص، جوه كاتش جوه تراي. هقوم عامل بقى تراي، وعايز اطبع بقى اللي هو الايه اللي بيقسم، اللي بيقسم الرقم بتاع الاكسترنال على الرقم بتاع الانترنال. فهقول له برنت لاين، برنت لاين، وهقول له فيها، هقول له في البرنت لاين دي هقول له انا عاوز اطبع الاكسترنال اوف اي، معناها ان الايه اول مره هيبقى على 64، ثاني مره على 24، ثاني مره 32 وهكذا. حاولت ادوت تو سترينج، وبعدين عملت على عشان تطبع شكل الطباع، بس هكتب مثلا ايه 64 على الاثنين طلعت بتساوي كذا، شكل بس ايه ترتيب الطباع. فقلت له ايه اكسترنال اي دوت تو سترينج سلاش انترنال ايه الانترنال اي، ممكن اقول دوت تو سترينج او اختصر بس. فكده هو ايه هيعمل ايه؟ هيطبع مثلا 64 على الاثنين، او هيطبع 24 على الصفر، او يطبع 32 على الاربعه كده تمام، بتساوي، واحط جمع كلمه بتساوي، وبعد كده طلع النتيجه. النتيجه اللي هتبقى الاكسترنال اي على الانترنال اي، دي المعادله ذات نفسها اللي هتتحسب خلاص، والباقي ده كان للطباعه بس خلاص كده. طيب هيطلع عندي مشكله في ال 1024 وال 512 تمام، دول اللي هيبقى ما لهمش الاي في الاي هنا والاي هنا، مش هتلاقي لها زوج يعني، هتلاقي الاندكس رقم 5 هناك، مفيش هنا رقم ايه رقم 5 او رقم 6 مش هلاقي هنا 6، رقم 7 مش هلاقي هنا 7. طيب كاتش هقول له الاي اكس اريثماتيك اكسبشن، طبعا عندي جافا من الاريثماتيك اكسبشن من جافا، وفي عندي من الكوتلين مفيش مشكله، يفضل طبعا تكتب كوتلين، يبقى هتجيب الايه الكلاس بتاع الكوتلين. فاقول له برنت لاين، وجوه الاكسبشن بقى بتاع مين اللي هو اريثماتيك اكسبشن اللي هو ديفايد باي زيرو، خلاص هكتب له كده صراحه كان نوت ايه ديفايدد باي زيرو وخلاص، دي المسج اللي هتطلع لما
لما يقسم الرقمين، يقسم على الصفر مباشرة كده، خلاص بقى عندي كده نوعين من الايه، في تراي كاتش داخلية وفي تراي كاتش ايه خارجية. طيب تعالى كده نعمل بقى ايه، كليك يمين كده ونقول له رن. تلاحظ ايه الاندكس الاولاني 64 على 2 قال لي ب 32، الثاني قال لي مش هقدر اقسم على الزيرو، خدت بالكم اللي هو ايه ما قدرش يقسم 24 على الصفر. 32 على 4 قال لي 8، 66 على 6 قال لي 11، بعد كده قال لي لا، بعد كده مش قادر بقى 128 على الصفر، قال لي كان نوت ديفايد باي ديفايدد باي ايه؟ باي زيرو. بعد كده 256 على 8، لكن بعد كده قال لي انمت نوت فاوند. ليه؟ لانه الايرور ضرب في التراي الداخليه ما لقاش اريثماتيك اكسبشن، فنطع التراي الايه؟ كاتش الخارجيه، يعني الكود طلع من التراي الداخليه طلع للتراي كاتش الخارجيه، وطبع الايه؟ الرساله كانت في التراي كاتش حسب النوع بتاعه، ما لقاش النوع في الداخليه، طلع شاف النوع في الايه؟ في التراي كاتش الخارجيه.